ربع ساعة دي مدة يعني مدة معقولة جدا ان الولد يظهر فيها بشكل كويس. اقل من كده ممكن الولد يعدي عليه الوقت كله من غير ما يلمس الكورة. يعني المساحة بتاعت الملعب معقولة، يعني الولاد بيلمس الكرة عدد كافي جدا من المرات. بتبين بقى خلال الفترة دي ان الموهبة الولد عنده ايه كويس، ايه ممكن يتطور، ايه اللي ناقص عندنا ممكن نضيفه للفرق اللي عندنا اصلا موجودة في النادي. طبعا دي حاجة النادي الاهلي معروف بيها طول عمره، ان الاختبارات بتاعته بتبقى من احسن الاختبارات تنظيميا، من حيث التنظيم ومن حيث الوقت اللي بيدوه للولاد، وده اللي منجح يعني الاختبارات بتاعت النادي الاهلي عموما كل سنه. احنا بندور على مواهب، جاي لنا اعداد كتيره، قاعدين كذا لجنه زي ما حضرتك شايف، كل الناس مركزه، في امانه وفي حرص شديد طبعا ان احنا ندور على اي موهبه، اي لعيب عنده فرصه واتنين متاحه. يعني انت بس اهم حاجه اللعيب يأدي بشكل كويس. في لعيبه ظهرت وفي لعيبه مواهب كتيره ظهرت، ولسه يعني احنا قدامنا اعداد كتيره. يعني احنا يعني زي ما بقول لحضرتك احنا بنتمنى نلاقي ان شاء الله. يعني اختيار اللعيبه احنا في معايير حاطينها لاختيار اللعيب، في 5 معايير بنشتغل عليهم: التحرك بتاع اللعيب، الاستلام والتسلم، المراوغه في لحظه استلام اللعيب الكره، بيعرف ازاي يراوغ في حاله الدفاعيه، بيشتغل ازاي الناحيه الدفاعيه بتاعته، الشغف للكره نفسه ان هو بيطلب الكره من زميله والتحرك بدون كره. احنا يمكن عندنا لما كنا اتفقنا في موضوع التحضير، جهاز التحضير الاول مع كابتن خالد بيه وكابتن شطه، طبعا دي تعليمات ممنوع اي موبايل مع اي موبايل مع اي مدرب. احنا خلاص منعنا الحاجات دي خالص، وسائل الاتصال، وانت عارف النادي الاهلي مفيش الكره ما فيهاش وسط، والنادي الاهلي كمان نادي القيم والمبادئ، مفيش الكلام ده خالص. احنا عندنا لعيب الكره كويس احنا معاه وسبورت ليه في اي وقت. من مراته القليله جدا يبقى في تنسيق ما بين قطاع الناشئين وقطاع الاكاديميه. بصراحه الكابتن خالد بيبو والكابتن شطه عاملين تعاون كبير جدا وتنسيق كبير جدا، ومدربين الاكاديميه كمان موجودين مع مدربين البراعم ومدربين الناشئين، بحيث ان يبقى في تعاون. عاملين اللجنه بحدود 5 6 مدربين، ناس بتبقى موجوده في الملعب زي ما حضرتك قلت، وفي ناس موجوده بره عشان اللي جوه برضه يبقى شايف ومركز، واللي بره برضه، وناخد راي بعض، انت اخترت مين وانت اخترت مين. لما لقينا اتفق على مجموعه 2 أو 3 موجودين معينين مثلا، بيتم انتقائهم. طبعا احنا برضه بنراعي في الاول وفي الاخر ان في ولاد جاي من سفر، في ولاد جاي خايفه طبعا من شكل الاختبارات ومن شكل المدربين والنادي الاهلي الكلام ده كله، فبنحط في حسباننا برضه انه يعني شكله ومستواه مش هو ده طبعا المستوى، فده كله بنراعيه، بس مش بناخد بالنا من لمسه اللعيب، من تحركه، من تصويبه على المرمى، من دفاعه، من سرعته، من الكلام ده كله، من تكوينه الجسماني. وبرضه لازم نراعي في الاخر كل ده ان الناس دي كلها جايه طموحه انها عايزه تيجي النادي الاهلي، لكن يعني في الاخر مش هنختار الا اللي يليق باسم النادي الاهلي ان شاء الله. بصراحه يعني اجواء اكثر من رائعه في اختبارات النادي الاهلي، وفي نظام كبير جدا، في احترام لكل التيشيرتات اللي الولاد لابساها جاي عشان تختبر جوه النادي الاهلي.